أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي المهني الصناعي اختصاص لحام وتشكيل المعادن، أقدم لكم اليوم درسا في مادة تقنية الإنتاج والوحدة الثانية الانفرادات بعنوان تنفيذ سخان كهربائي اسطواني ولحامه. أتمنى أن تتابعوا معي هذا الدرس لتنالوا كل الفائدة منه. فلنبدأ درسنا. تختلف طبيعة هذا الدرس عن الدروس السابقة بعد أن أنهينا انفراد معظم الأجسام القياسية والحالات الخاصة لها. ننتقل الآن إلى القسم العملي من الدرس، والذي يمثل جزء تمرين عملي على تطبيقات لتنفيذ الانفرادات. بطاقة التمرين العملي هنا. التمرين 18 تنفيذ سخان ماء كهربائي اسطواني ولحامه. الزمن هنا نلاحظ 12 ساعة، لأن هذا التمرين هو تمرين إنتاجي. الأهداف الأدائية للتمرين أو مضمون الأداء: يجب أن يصبح المتدرب قادرا على أن يقوم بتجميع سخان ماء بالقص واللحام. فإذا تجميع سخان ماء بالقص واللحام. المواد والأدوات والتجهيزات مستلزمات الأداء: وحدة اللحام بالقوس الكهربائي مع الكترودات أو أي أسلوب لحام آخر، قطع العمل مقص صاج، سندان، مطرقة، ثناية صاج، معدات الوقاية الشخصية، أدوات ووسائل التنظيف. معايير الأداء: أولا الرجوع إلى طلبية العمل، تطبيق تعليمات السلامة المهنية، تحضير قطع من الصاج وفق المواصفات الفنية، تشكيل الجسم والأغطية وفق الرسوم الفنية، هذه جديدة في هذا النوع من التمارين، تشكيل الجسم والأغطية وفق الرسوم الفنية. أيضا تجميع القطع بالتلقيط وفق القياسات المناسبة، تحديد نظام اللحام وفقا لسماكة المعدن، لحام القطع مع بعضها وفق نظام اللحام المحدد، فحص جودة اللحام وأصلاح الوصلات المعيبة إن وجدت. الخطوات: راجع طلبية العمل، مطلوب تصنيع قطع السخان الكهربائي القابل للتصنيع بالحرفة وفق المساقط والأبعاد وحسب جدول القطع المرفق. هنا يرفق مع التمرين جدول بالقطع. هذا الجدول فيه مجموعة من الحقول: الحقل الأول الرقم، التسمية، العدد، المادة، المواصفة. فإذا هنا اسم التمرين سخان ماء كهربائي. القطعة الأولى الجسم، العدد 1 من الصاج، 2 ملم السماكة في الحقل المواصف. 2 الغطاء العلوي، أيضا قطعة واحدة من الصاج 2 ملم. الغطاء السفلي 1 صاج 2 ملم. لوحة التثبيت عدد 1 صاج أيضا 2 ملم. أنبوب خارجي خروج الماء الساخن 1 من الفولاذ. أنبوب تغذية الماء البارد 1 أيضا من الفولاذ. فتحة تركيب وشيعة التسخين. فإذا هذا الجدول يرفق مع هذا النوع من التمارين، لأن التمرين مؤلف من عدة قطع، ويجب على الطالب أن يجمع هذه القطع بعد الانتهاء من تنفيذ كل قطعة على حدة. هذا هو السخان المطلوب تنفيذه، وهو برسم منظور. نلاحظ هنا الجسم، كما نلاحظ هذا هو الجسم الاسطواني رقم 1، هذا الغطاء السفلي، الغطاء العلوي. طبعا يختلف الغطاء السفلي عن الغطاء العلوي. الغطاء السفلي فيه 3 فتحات: فتحة لدخول الماء البارد، وفتحة لخروج الماء الساخن، وفتحة تركيب وشيعة التسخين. هذا هو الغطاء العلوي، لا يوجد فيه أي فتحة. هنا المسند أو صفيحة التثبيت التي يمكن أن تثبت السخان على الحائط على الجدار. هذه هي الأبعاد، أبعاد السخان: الطول، قطر الاسطوانة، قطر الجسم. بقية الأبعاد هي يجب أن تكون قياسية، لأن هناك الأنابيب في السوق قياسية، مثلا هنا فتحة التسخين بالإنش أو ما يعادلها بالمليمتر 54 مليمتر، فتحة دخول الماء أو خروج الماء 27 ملم أو ما تعادل تقريبا إنش أو أكثر قليلا. أول عمل يقوم به الطالب لتنفيذ هذا التمرين: ارتدي الألبسة الواقية. هنا لا يوجد رسم على الورق، لذلك أخذ هو الانفرادات في وقت سابق، انفراد الأجسام، وهنا الجسم الأسطواني انفراده بسيط بالنسبة له. يرتدي الألبسة الواقية لينفذ على الصاج مباشرة ما يقوم به. تفقد مكان العمل وتأكد من توافر معدات الوقاية من الحوادث، هذه الخطوة الثانية. صنع الجسم وهو عبارة عن اسطوانة بقطر 320 ملم وارتفاع 650 ملم، ثم احسب لوح الصاج اللازم قصه لفرد مثل هذه الاسطوانة، وهو بطول محيط الاسطوانة، اي 320 ملم ضرب بي ويساوي 1000 ملم تقريبا، 1 متر تقريبا يحتاج للف هذا اللوح.
وعرض 650 ملم، ثم لف اللوح لتشكيل الأسطوانة. هذه هي الأسطوانة بعد اللف. إذن هذا الارتفاع هو 650 ملم، والطول محيط القاعدة أو محيط الأسطوانة يساوي يعادل تقريبا 1 ملم، 1 متر أو 1000 ملم. طبعا تقصدنا أن تكون الأبعاد بهذه الطريقة لعدم للإقلال تقليل قدر الإمكان من التلف من الألواح الصاج، لأن الألواح الصاج تأتي قياسية ببعد 1 متر ضرب 2 متر، فتكفي قطعة من الصاج من اللوح بمقدار 650 سنتي أو 65 سنت و 650 ميلي 65 سنت، وعرض اللوح كاملا وهو متر، ليقوم بتنفيذ قطعة من تمرين وهو الجسم الأساسي. الخطوة الثانية هي تنفيذ الغطاء، ممكن تنفيذه بالتطريق. عملية التطريق عملية يدوية، قص قطعتين من الصاج لتصنيع الغطاءين العلوي والسفلي بالتطريق وبقطر يساوي قطر الاسطوانة مع ثقب الغطاء السفلي بقطر الفتحات المناسبة. هناك فاذا ثقوب يمكن أن يقوم بثقبها قبل التطريق أو بعد التطريق، هذا يتعلق بالطالب نفسه. فإذا قطر يعادل قطر القطعتين من الصاج لتصنيع الغطاءين العلوي والسفلي بالتطريق وبقطر يساوي قطر الاسطوانة. فإذا يجب أن يحقق، يجب أن يقص قطعة بقطر أكبر من قطر الاسطوانة، لأنه عملية التطريق ستقلل من القطر، وبالتالي يجب أن تكون القطعة الخام أكبر من قطر الاسطوانة مع ثقب الغطاء العلوي السفلي بثلاث فتحات، فتحتين لدخول الماء وخروج الماء الساخن وفتحة لتركيب السخان الكهربائي. قص الصاج اللازم وفق الأبعاد المعطاة في الطلبية لتصنيع المثبت، ثم أثني خطوط الثني بعد رسمها على الصاج وتفريغ الثقوب والفتحات فيه. هذه هي وسيلة التثبيت المعتمدة التي صممناها ليقوم الطالب بلحامها على جسم الأسطوانة، ثم هذا هو الشكل المنظوري لها، ثلاثي الأبعاد. طبعا يركب على الجدار براغي، فتنزل ضمن تنحصر هذه الفتحة مع البرغي والحائط، مع رأس البرغي والحائط. حدد شدة تيار اللحام الموافقة لقطر الإلكترود. هذه قطع العمل من أجل تلقيطها. التلقيط عدناها مرارا أنها عملية بعد المحاذات، نأخذ قطع لحام، نقاط لحام متباعدة عن بعضها البعض حسب الطول، مثلا هنا 650 ملم، نحتاج إلى 3 نقاط أو 4 نقاط، ومن ثم نكمل خط اللحام كاملا. طبعا التلقيط هي عملية ابتدائية للدقة في المحاذات أكثر، ويمكن أن يكون لحام القطعة بشكل متواصل أن يؤدي لتمدد المعدن وانفتاح المعدن ابتعاده عن بعضه البعض، وبالتالي فشل عملية المحاذات بشكلها الصحيح. جمع القطعة بالتلقيط وفي الأبعاد الصحيحة. نفذ عملية اللحام بالوضعيات المناسبة. هذا هو السخان بعد تنفيذه بشكل كامل ملحوما وبشكل كامل. نظف المشغولة بفرشاة سلكية بعد الانتهاء من العمل. تفحص المشغولة بالنظر وحدد العيوب الموجودة. أصلح عيوب اللحام الموجودة. إن كانت هناك إمكانية لإصلاحها يمكن إصلاحها في الحرفة، وإن لم تكن هناك إمكانية يجب أن يعيد القطعة المعيبة في التمرين ومن ثم إعادة تجميعها على التمرين نفسه. خزن عدد وأدوات العمل بعد تنظيف مكان العمل. هذه دائما مطلوبة من الطالب أن يقوم بالتخزين وتنظيف مكان العمل بشكل جيد. التقييم الذاتي، تعليمات للمتدرب. هنا جدول، بهذا الجدول استخدم دليل تقييم الأداء هذا كدليل إرشادي بعد تنفيذك للعمل. لاجتياز هذا التمرين بنجاح تؤشر جميع الخطوات الواردة المطبقة بكلمة نعم. فإذا الخطوة التي طبقها بشكل صحيح وناجحة يضع في الحقل الملائم لها نعم. أما إذا كانت هناك خطوة لا يمكن تطبيقها ولا تنفيذها فيضع مقابلها إشارة إكس. ننتقل إلى الجدول. في هذا الجدول أولا تحضير قطع العمل، هل حضر قطع العمل؟ طبعا نعم. ارتداء الألبس الواقية مثلا نعم. تفقد مكان العمل وتأكد من توفر معدات الوقاية من الحوادث، هل قام بذلك؟ نعم. تصنيع الجسم وهو استواني قطر بقطر 320 ملم وارتفاع 650 ملم وضع أيضا إشارة نعم. قص قطعتين من الصاج لتصنيع الغطاءين العلوي والسفلي
مفترق والقطر يساوي قطر الاسطواني مع ثقب الغطاء السفلي بقطر الفتحات المناسبة مثلا. نعم قص الصاج لازم يفق لبعض المعطيات في طلبية التصنيع المثبت. نعم تحديد شدة التيار اللحام موافق لقطر الالكترود مثلا يمكن ان يكون لا يمكن تطبيق هذه الخطوة مثلا يضطر الى لحام بتيار اقل ويمكن ان يضع هنا اشارة اكس. محاذاة قطع العمل من اجل تلقيطها. نعم قص قطعتين من الصاج لتصنيع الغطائين العلوي والسفلي بالطرق وقطر يساوي قطر الاسطوانة مع ثقب الغطاء السفلي بفتحات المناسبة ايضا. نعم تجميع القطع بالتلقيط وفق الأبعاد الصحيحة إذا كان انتهى من التمرين بشكل كامل يضع. نعم تنفيذ عمليات اللحام الوضعيات المناسبة يمكن أن لا يتمكن بتنفيذها بالوضعيات المناسبة يمكن أن يضع إشارة X. تنظيف المشغولة بفرشات سلكية بعد الانتهاء من العمل أيضا يمكن أن يكون تمرينه متسخا يضع إشارة X. تفحص المشغولة بالنظر أو إذا كان نظيفا يمكن يضع إشارة نعم. تفحص المشغولة بالنظر وتحديد العيوب الموجودة. نعم إصلاح عيوب اللحام الموجودة إن كان هناك عيوب ولا يمكن إصلاحها يمكن أن يضع بهذا الحقل الثالث إشارة X. تخزين عدد وأدوات العمل بعد تنظيف مكان العمل أيضا يمكن أن يضع إشارة في المكان المخصص لنعم أو لم يخزن هذه العدد أو لم ينظف مكان عمله يضع إشارة X. من خلال مراجعته لهذا الحقل لهذه الحقول الثلاثة وجمعه للنعم علامات النعم التي وضعها أو إشارة إكس التي وضعها يمكن أن يقوم بتحديد نسبة مئوية لمدى تنفيذه بهذا التمرين. أعزائي الطلاب في نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد أفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم في هذا الدرس وللقاء في دروس قادمة وشكرا لكم.